أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ظهر على الناس رجل يدعي العلم ينكر خروج الدجال ويقول لو كان حقيقي. نعم. ظهر على الناس رجل يدعي العلم ويقول للناس منكرا خروج الدجال. يا إخوان، فيه ناس يدعون العلم ينكرون علامات الساعة، ينكرون علامات الساعة لأنهم ما عندهم علم صحيح ولا عندهم إيمان صحيح، مغترون بأنفسهم ينكرون هذه الأمور. يقولون المسيح الدجال عبارة عن ظهور الشر، ولا ما فيه مسيح دجال، ما فيه إنسان كذا، لكن هذا يراد به ظهور الشر في آخر الزمان. وينكرون المسيح، نزول المسيح ابن مريم، ويقولون أبد هذا معناه ظهور الخير وظهور الحق في آخر الزمان، ما هو معناه أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل إلى الأرض، لأنهم يبنون على عقولهم، وهؤلاء يسمون بالعقلانيين، عقلانيين لا يؤمنون بما لا تصدقه عقولهم، لما تدركه عقولهم ينكرون، وهؤلاء منحدرين من المعتزلة، المعتزلة هم أصحاب الاعتماد على العقليات ولا يعتمدون على الأدلة السمعية، يسمونها السمعية، يقولون لأن الأدلة العقلية تفيد اليقين، أما الأدلة السمعية من القرآن والسنة تفيد الظن، ويسمونها الأدلة الظنية تفيد الظن عندهم. هذا مذهب باطل، مذهب أهل الضلال، ينكرون المعجزات، ينكرون الخوارق، وينكرون كل ما لا يدخل تحت عقولهم. نعم. نكمل السؤال يا شيخ؟ نعم. نكمل السؤال؟ ايه؟ نكمل نفس السؤال في تكمله. ايش تقول؟ نكمل نفس السؤال؟ ايه وانت ايش زينا؟ اقول اسال اسال ما في مانع. أسأل الله إليكم. ويقول لو كان حقيقة لأخبرنا الله عنه في كتابه. ويقول إن الأحاديث أخبرنا الله عنه في كتابه، هذا كلام باطل. الله يخبر في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في سنته، والله قال في الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء ينكرون السنة كما ذكرت لكم، يقولون أدلة ظنية غير يقينية، ينكرون السنة، هذا بناء على مذهبهم. وقد سار على هذا المنهج من يسمونهم بالمفكرين، اللي يسمونه الآن بالمفكرين، الذين ما عندهم علم إنما يعتمدون على فكرياتهم وعقولهم، وهؤلاء لا يلتفت إليهم لأنهم لا ينكرون السنة، يقولون ما نؤمن إلا بالقرآن، يسمون القرآنيين، وهي فرقة معلومة، القرآنية معلومة فرقة ضالة تنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم لا يؤمنون بالقرآن، لو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة، لأن الرسول لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وما ينطق عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول ينطق بالوحي الذي أنزله الله عليه، معصوم عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنتم تقولون إحنا ما نؤمن إلا بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، طيب الله أمر بالصلاة في القرآن أليس كذلك؟ ها؟
كم عدد الصلوات؟ كم عدد الركعات؟ ما صفة الصلاة؟ بينوها لنا. إذا أنكرتم السنة كيف نعرف تفاصيل الأحكام الشرعية؟ الزكاة الله أمر بها في القرآن، من الذي بيّنها لنا؟ بيّن الأموال التي تجب فيها، بيّن النصاب الذي تجب فيه الزكاة، شروط وجوب الزكاة، الله ما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّنها وفصّلها لنا. الرسول يفصّل ما جاء في القرآن ويبين ما جاء في القرآن. وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. رسول مبين عليه الصلاة والسلام، والسنة تفسر القرآن وتوضحه. لكن هؤلاء أهل ضلال وأهل جدال وأهل تعنت، لكن عند المناقشة تضيع حجتهم ولله الحمد. نعم. ويقول إن الأحاديث الواردة فيه مضطربة. هو اللي مضطرب، مضطرب عقله. الأحاديث ما هي مضطربة، الأحاديث الصحيحة ما تضطرب، وإنما يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، لكن هو ما يفهم الأحاديث، إنما يعتمد على عقله فقط أو على ما يقال له من مشايخه، شايخ الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. احذروا من هذا يا إخوان، ما تنجون من هذا إلا بطلب العلم، وإلا فإن هذه الشبهات ستنتشر في عقول الجهال ويصدقونها، ويقولون هؤلاء مفكرون، هؤلاء عندهم عقول هي اللي دلتهم على هذه الأشياء. هل الله جل وعلا حولنا على العقول، ولا حولنا على الوحي المنزل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والعقول السليمة لا تخالف الكتاب والسنة، لا تخالف، العقول السليمة لا تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، إنما العقول السقيمة هي التي تخالف. ولهذا يقولون العقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، هذه قاعدة. فإن اختلف فإما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون النقل غير صحيح. هذه القاعدة التي حررت هذه الشبهات وهذه الأباطيل. الله ما جاء، القرآن والسنة ما جاء بما يخالف العقول الصحيحة. نعم، ما جاء بما، لكن قد يدركها العقل وقد لا، قد لا يدركها العقل، ولا ما يتخالف نبت. نعم.